هل يجوز الزواج بشخص اخواني معروف عنه الخلق والدين؟ ليس هناك في الشريعة ما يمنع من أن يزوج شخص من الإخوان المسلمين، ليس هناك نص يمنع محرم أن تتزوج بكافر، أن تتزوج المرأة بكافر أو يهودي أو نصراني، ولكن نحن ننصح إجمالا بالتكافؤ. إذا مثلا الفتاة طالبة علم شرعي تحب الله ورسوله وتحب الاستدلالات، تبحث عن شخص أيضا يحب الله ورسوله ويحب الاستدلالات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصح بالتكافؤ حتى تستقيم الأسر، وإلا فالزواج جائز. بارك الله فيك.